مشاهدينا الكرام أينما كنتم، حلقة جديدة من الخط المباشر على قناة عدن الفضائية. مديرية التواهي وأهمية موقعها الاستراتيجي وأهمية موقعها الطبيعي أيضا في مدينة عدن، هذه المديرية كغيرها من المديريات التي تمتلك مقومات وإمكانيات رائعة وجميلة بامتلاكها السواحل، بامتلاكها المقومات الطبيعية، ولكن اليوم مديرية التواهي في ظل الإمكانيات الصعبة بعد الحرب وفي ظل الظروف المتاحة لهذه المديرية، هناك الكثير من الأمور الصعبة التي تواجهها هذه المديرية، وهذه المديرية التي تمثل الوجه الأمامي للمدخل البحري لميناء ومدينة والعاصمة المؤقتة عدن. مديرية التواهي اليوم معنا في الخط المباشر لمعرفة ما يدور في هذه المديرية في ظل الأوضاع الحالية، ما هي الإمكانيات التي قدمت لها وما هي المشاريع التي قدمت لها ولكن لم تنجز بعد. سنكون معكم ومع مدير عام مديرية التواهي الأستاذ عبد الحميد الشعيبي بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم في الخط المباشر على قناة عدن الفضائية. موضوع جديد وأهمية أيضا لأهمية الموضوع ومناقشة الكثير من الأمور التي تدور في بعض مديريات محافظة عدن وفي العاصمة المؤقتة عدن لمعرفة الأوضاع هناك، لمعرفة ما يدور في هذه المديريات، لمعرفة توفر الخدمات الأساسية للمواطنين والكثير والكثير من النقاط والأمور المهمة التي يجب أن نهتم بها في عبر وسائل الإعلام لمصلحة المواطن بالدرجة الأساسية. معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ عبد الحميد الشعيبي مدير عام مديرية التواهي. أهلا بك أستاذ عبد الحميد. أهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا. أولا أشكرك على تجاوبك معنا عبر قناة عدن الفضائية، تجاوبكم مهم جدا لأنكم أنتم المسؤولون عن أوضاع المديريات وأنتم بمثابة يعني الرجل الأول في هذه المديرية التي تحافظ على أو تهتم بشؤونها لتوفر الخدمات الأساسية للمواطنين. بداية أستاذ عبد الحميد، المواطن يهمه بالدرجة الأساسية توفر الخدمات في هذه المديرية، مديرية التواهي، وتعلمون أن مديرية التواهي عانت الكثير والكثير بعد الحرب، حرب 2015 للميلاد. التواهي قدمت الكثير من التضحيات، التواهي شاركت في التحرير والكثير من الأمور وإلى آخره. لو نبدأ اللقاء اليوم بمعرفة والدور الذي يجب عليكم اليوم في توفر الخدمات الأساسية للمواطن في هذه المديرية، لو تصف لنا بشكل عام الوضع اليوم في المديرية مقارنة بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في مستهل حديثي هذا الموجز أود أن أحيي الأخوة المشاهدين والمشاهدات، وهي كذلك التحية موصولة لكل العاملين في هذه القناة على اختلاف مناصبهم ومهامهم.
أختي الكريمة، في بداية الحديث هذا اسمحي لي بمقدمة بسيطة لا بد منها، ثم ندخل في الأمور التفصيلية ونناقش كافة الملفات قدر ما نستطيع قدر الوقت الممنوح لنا من قبلكم. تفضل. جرت العادة مع الأسف الشديد خلال الأربع سنوات الماضية على تحميل ملف تردي الخدمات وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب للمواطن في كافة مديريات العاصمة عدن، تحميل هذا التردي للسلطات المحلية في المحافظة، وهذا أمر غير دقيق وفيه نوع من المجافاة للحقيقة التي يجب أن نقولها في هذه الحلقة بكل شفافية. سنتكلم بوضوح ولكن في إطار الحديث العام لآداب الحديث، لا نجرح، لا نخون، لا نوزع التهم جزافا على الناس. نعم. أختي الكريمة، يجب أن تعلمي ويجب أن يعلم المشاهد العزيز بأن الحكومة هي سبب تردي الأوضاع في العاصمة عدن. لماذا؟ لأن الحكومة على الأسف الشديد لا تمتلك إرادة التغيير للأوضاع العامة وانتشار الوضع الخدماتي بالتحديد. نعم، يعني تقصد في مديرية التواهي فقط أستاذ عبد الحميد أم في كل مديرية التواهي وفي باقي المديريات في العاصمة؟ نحن أبناء عدن ونلاحظ كل ما يجري في كافة المديريات. نعم، ولكن هناك تحسن ربما في بعض الخدمات في بعض المديريات. سنأتي إليه. وأنا طلبت منك رخصة في بداية حديثي أتكلم بهذه المقدمة وهي بسيطة جدا لن تتجاوز دقيقتين أو ثلاث دقائق، لكن لا بد منها. الحكومة مع الأسف الشديد لا تمتلك إرادة التغيير للأوضاع العامة وانتشالها، وخاصة بالتحديد كما قلنا الوضع الخدماتي، كما إنها فاقدة الوسيلة، وسيلة التغيير التي أساسها أساسا التخطيط الممنهج ورصد الإمكانيات اللازمة من خلال السيطرة على إيرادات ومرافق الدولة. اليوم مع الأسف الشديد هناك مؤسسات ومرافق الدولة فتحت لها حسابات خاصة، أين دور الحكومة في هذا الأمر؟ على كل حال، الاستفادة من الأموال الطائلة وتوظيفها في الاتجاه الصحيح وفقا لخطط تعتمد على الشفافية المطلقة. أنا أتكلم بهذا الكلام أختي الكريمة ومشاهدينا الأعزاء لأنني أدرك تماما من واقع ملموس أنت جزء من هذا المواطن، أنت عون لهذا المواطن في المديرية، فأنت تتكلم من واقع ملموس، ربما أنت الأقرب اليوم في مديرية التواهي. نعم، ولكنني سأتكلم ولدي الأدلة بأن الحكومة هي سبب الفشل في الخدمات بشكل عام. أنا عندما أتكلم بهذا الكلام لا أعفي السلطات المحلية سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى المديريات، أنا لا أعفي، ولكن يجب أن تحدد المسؤوليات. المسؤوليات يجب أن تحدد كلا وفق مهامه. أنتم بالذات في قناة عدن على سبيل المثال، من أسباب الفشل الحكومي عدم بثكم أو عدم انتقال القناة إلى عدن، والقناة عدن في التواهي بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا نوع من أنواع الفشل. طيب يا أستاذ عبد الحميد، يعني لو تحدد يعني بشكل واضح أكثر، يعني أنت تقول الحكومة ليس بكل شيء، يعني فيما يخص الأوضاع المديريات، يعني في ومنها مديرية التواهي، يعني ربما الحكومة تقدم دورها، ولكن يبقى أيضا الدور المناط على السلطة المحلية، على القائمين على المديريات، كل في منصبه. يعني أختي الكريمة، سنأتي للتفصيل الآن، بس هي دقيقة بسيطة جدا. أنا أعرف الذي يعرف جيدا أن الدولة هي عبارة عن منظومة متكاملة، لا يمكن أن يستقيم حالها إذا لم يتسيدها القانون وحسن الإدارة والحفاظ على المال العام في كافة هيئتها، ابتداء من مؤسسة الرئاسة وانتهاء بأبسط منظومة داخل هذا الجهاز. على كل حال، ندخل في التفاصيل فيما يخص مديرية التواهي. قد يسأل المشاهد الكريم أو يتساءل المشاهد الكريم، طالما المأمور حق التواهي ينتقد الحكومة، إذن ماذا قدم هذا المأمور لهذه المديرية؟ هذا سؤال وسؤال مشروع. نعم. السلطة المحلية في مديرية التواهي بذلت جهود كبيرة في انتشال الأوضاع بحسب إمكانياتها. على سبيل المثال، إذا دخلنا في الوضع المهم جدا ألا وهو وضع الصرف الصحي. نعم، صراحة يعني هذه المشكلة أستاذ عبد الحميد ليست وليدة اللحظة، المشكلة هذه تعاني منها مديرية التواهي أيضا قبل الحرب، وازدادت وتيرة هذه المشكلة بشكل أكبر بعد الحرب، يعني وخصوصا في كثير من الأحياء التي يعني الصرف الصحي فيها على طول، يعني يوميا بتعاني منها المواطن.
ليس بهذا بهذا الشكل. يعني احنا حقيقه الامر لدينا صيانه دوريه للمشاكل، لكن قبل ما نبدا في هذه الامور، مشاكل الصرف الصحية كثيرة جدا في المدينة، وأنت أسلفت في حديثك أن هذا الأمر يعني له مقدمات. طيب يعني ما هي الأمانية. الأسباب، ما هي الأسباب يا أستاذ عبد الحميد؟ نريد أن يعرف المواطن وأيضا عبر وسائل الإعلام يعني وعبر قناة عدن الفضائية، المواطن يجهل السبب. يعني المواطن يقول أنه إهمال من قبل مأمور مديرية التواهي، هناك تقاعس من قبل السلطة المحلية. لا، نريد معرفة كل الأسباب بالتفصيل. ليس تقاعس، انا تكلمت فيه قبل قليل ان الحكومه هي السبب، وساعطي لك الدليل الان والمشاهدين الكرام. قبل 9 أشهر بالتحديد، قبل 9 أشهر بالتحديد كان الغاء مع رئيس الجمهوري في معاشق، وكنت من ضمن المدعوين في السلطه المحليه في مدينه في محافظه عدن. فكان كثير تحدثوا كثير من الزملاء، وانا تحدثت في موضوعين، يعني موضوع النظافه والصرف الصحي فقط، وطرحت بعض الحقائق الاخ رئيس الجمهوري، منها انه 5 مدن تمتلك بابور واحد فاتح للسدات، ألا وهي التواهي، المعلة، القلوعة، كريتة، خور مكسر. فبدت الدهشة والاستغراب على وجه الأخ الرئيس، وكان إلى جواره رئيس الوزراء السابق، فاستغرب فتحدث بالكلام يعني مع الأخ رئيس الوزراء، كيف هذا الكلام؟ مش معقول بهذا المنطق تحدث. حاول رئيس الوزراء أن يبرر، ولكن كانوا المدراء التنفيذيين موجودين. المهم حصل كلام كثير، ووجه الأخ الرئيس نفس اللحظة أمام الجميع بأنه يتم صرف 2 مليار ريال لمؤسسة المياه والصرف الصحي، ويتم شراء بابور سدات وبابور شفاط، يعني شافط للمديرية، فاتح سدات وبابور شفاط. ووجه أيضا بصرف 1 مليار ريال لصندوق النظافة، نظرا لقلة الآليات الموجودة مع الصندوق. وإلى حد اليوم لم يتم عمل أي شيء، لم تنفذ توجيهات الرئيس. هل صرفت 2 مليار؟ ما صرفت 2 مليار؟ هل تواصلتم مثلا لمعرفة الأسباب؟ هل تواصلتم لمعرفة الأسباب؟ يعني أين توجهت هذه الأموال التي هي أيضا هي وجهت لمعالجة مشكلة الصرف الصحي والنظافة وصندوق النظافة؟ هل تواصلتم لمعرفة؟ تم الرفع من قبل الأخ المحافظ، من قبل الأخ المؤسسة، الطلبات يعني المطلوبة وفق توجيهات الأخ الرئيس، وسلمت لرئاسة الوزراء من قبل الأخ المحافظ، وإلى حد الآن لم يوجد في هذا الأمر. هذا القصور من قبل من؟ من قبل الحكومة أو من قبل المحافظة أو من قبل المأمور؟ هذا أمر. الأمر الثاني، عمال الصرف الصحي على سبيل المثال في مدينة التواهي لا يتجاوز الثمانية أنفار موجودين داخل المديرية، وطالبنا بأكثر من مرة الأخوة في ثمانية ولديهم نقص، ثمانية في مديرية التواهي كاملة، ثمانية في صندوق النظافة. هذا الأمر لا مش صندوق النظافة، أنا أتكلم على الصرف الصحي. أي في الصرف الصحي أقصد، أنا أتكلم على الصرف الصحي. على كل حال إحنا لم نقف مكتفين أيدي، بل قمنا بمشاريع كثيرة في المديرية. فعلى سبيل المثال قمنا بتحديث شبكة مجاري في حي 14 أكتوبر في التواهي، هذه كانت عندهم مشكلة كبيرة في المجاري. قمنا طبعا، أنا أتكلم بهذا الكلام وللمواطن الحق في النزول من التواهي، ينزل ويتأكد من كلامي هل هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح. قمنا أيضا في عمل خط مجاري من مدخل نقابة الصحفيين إلى الخط العام، مع عمل مناهل اضافيه لهذا الخط، لان كان في هناك صفح كثير جدا في هذه المنطقه، اضافه الى مشروع تحديث شبكه المجاري في شارع حمير التواهي. شارع حمير طبعا تحديث المجاري بشكل عام، اضافه الى عمليه الرصف، اضافه الى شبكه مجاري في حي الوحش بيول دمور التواهي الساحل الذهبي. ايضا قمنا باستبدال خط مجاري مع مناهل خلف عماره عاجوره في التواهي، حي عاجوره. أيضا قمنا بعملية معالجة خط المجاري، وعملنا مناهل إضافية في شارع المقدوم في التواهي. كما قمنا بعمل شبكة فرعية للتصريف، لتصريف طفح المجاري طبعا بالشارع أبو صافي في القلوعة. عملنا شبكة فرعية للشارع. كما قمنا أيضا بمعالجة خط جديد مع مناهل جديدة بجانب ثانوية محارز في القلوعة طبعا. برضو عملنا شبكة جديدة للصرف الصحي مع مناهل إضافية جديدة بجانب مسجد الرحمة في القلوعة. نعم. طيب. طيب كل كل هذا يا أستاذ عبد الحميد. نعم. كل هذا وبما ستضيفه، كل هذا وبما ستضيفه، يعني هل ترون أنه تجاوزتم المشكلة أم ما زالت هناك نقص في وضع في الإمكانيات في 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 الصرف الصحي؟ تجاوزنا كثير من المشاكل. هذه المشاريع مولت تمويل محلي من المديرية.
تمويل محلي. تجاوزنا كثير من مشاكل الطفح. هناك مشكلة ستظل قائمة وهي قضية البناء العشوائي وتأثيره على شبكة المجاري. البناء العشوائي انتشر بشكل كثيف جدا. هناك سوء استخدام الأنابيب الصرف الصحي من قبل المواطنين، حفاضات أطفال، حفاضات نساء، بلاوي خطيب للمناهل. الأقطار الأنابيب الصرف الصحي في الشوارع الداخلية والأزقة أصبحت اليوم لا تجدي نفعا، وبحاجة إلى تغيير شامل لهذه الأقطار، شبكة قديمة. نعم فعلا، وأيضا المواطن اليوم يتحمل، صراحة المواطن اليوم يجب أن يتحمل، يعني هو جزء من المسؤولية، يتحمل الجزء من المشكلة هذه، لأنه يعني الأساليب استخدامه لهذه الأشياء بالطريقة الخاطئة، يعني حفاظه على الأماكن العامة، أو على الأقل في بيتك أنت تحافظ كيف تستخدم هذه الأمور بالطريقة الصحيحة. يعني المواطن اليوم أيضا يتحمل جزء من المشكلة. أكيد يتحمل جزء من المشكلة، بس المشكلة الأكبر تتحملها الحكومة، لأن الحكومة حتى اليوم ممثلة بوزارة تخطيطها لم تقدم أي خطط ممنهجة لانتشال قضايا الصرف الصحي. 4 سنوات وما زلنا نعاني من قلة الإمكانيات. أين تلك الأموال الضخمة التي تضخ من المانحين؟ أين الآليات اللي قدمت من خلال الأحمال الإماراتي؟ أين لماذا هذا القصور؟ 5 مدن على بابور واحد. طيب أنتم تجتمعون مع سيادة المحافظ محافظ عدن، وأكيد تضعون هذه الملفات أمام المحافظ. هل هذه الملفات ستفتح وستناقش مع الحكومة أو كيف يعني؟ هذه الأمور نحن ناقشناها في سواء مع المحافظ الحالي الأستاذ أحمد سلمين أو المحافظ السابق الأستاذ العزيز المفلحي أو اللواء عدو الزبيدي، كلها نوقشت هذه الأمور ونوقشت هذه. بس مع الأسف الشديد إذا لم تخلص الحكومة نياتها للعمل لهذا الوطن وتترك المناكفات وتوظيف المال العام في أمور شخصية وحزبية، فخذيها مني أختي الكريمة وأخي المشاهد، لا يمكن أن ننجح أبدا في أي أمر. صحيح، المستحيل مستحيل 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 أن الحكومة غير قادرة على توفير آليات الصرف الصحي لمحافظة عدن. 4 مليار 5 مليار ماذا تساوي مقابل هذا الصرف الباطل؟ ومن المخجل أنه صندوق النظافة والصرف الصحي، يعني سنأتي إلى صندوق من الأمور الأمور يجب الاهتمام بها. يعني كل ما توسع البناء، كل ما توسعت المشاريع في هذا الجانب. نعم تفضل أختي الكريمة. تصوري لحد الآن حتى الطريقة التقليدية اللي تعتبر عملية فك السدات فيها من قبل أموال الصرف الصحي، وهي قضية الجرائد، هذه أصبحت الجرائد شبه معدومة لدينا، منتظرين المنظمة الفلانية أو الدولة الفلانية من أجل تساعدهم من أجل هذا. أين إرادة الدولة؟ مستحيل نحن ما نقدرش نوفر هذه الحاجات، هذا شيء لا يدخل في الخيال. على كل حال نحن ننتقل إلى الموضوع الأهم والآخر، هو قضية المياه. نعم قضية المياه يعني. أختي الكريمة تصوري أن مدينة القلوعة ومدينة تواهي لتشكل مدينة تواهي إضافة إلى مدينة المعلة، يأتيها الماء كل 3 أيام يوم، مشكلة صراحة يعني، وخصوصا طيب هناك مشاكل فنية. هذه المناطق هذه المناطق تأتيها المياه وتنقطع عليها المياه لمدة 3-4 أيام، في المناطق المرتفعة بيجلسوا شهر أسبوعين بلا مياه، وبيضطروا أنهم يأخذوا أو والبعض لا يعني لا تصل المياه نهائيا. ومع هذا قدمت المديرية والسلطة المحلية في المديرية لشان يكون الأخ المشاهد والمجتمع المشاهد على علم ماذا قدمنا احنا كسلطة محلية. عملنا عملية خط للمياه في ممر المشاه مقابل المساحة اللي أمام العمقي. في نفس الوقت عملنا شبكة مياه جديدة خلف مدرسة الفتح في التواهي في منطقة الفتح. هذه بعض المشاريع اللي نفذناها. نعم. استبدلنا خط مياه بشارع حمير بالتواهي، استبدلنا برضه خط مياه في مع محابس المياه والأغطية مقابل مركز التوليد الطبيعي، طبعا هذا في التواهي. طبعا برضه استبدلنا شبكة مياه متدهورة في شارع غانم في التواهي. عملنا عمل شبكة مياه في جبل هيل التواهي، هذه استبدلناها كامل إضافة إلى جبل عين برضه في التواهي. برضه عملنا شبكة مياه من مدخل طريق شارع برسلي الفتح التواهي. نعم قرية الرعب وجبل هيل. صحيح نعم، في منطقة برضه في القلوعة يعني هناك بعض المشاريع ابن الرومي. تعلمون أستاذ عبد الحميد أنه الآن نحن قادمون على صيف حار، يعني وكل ما جاء صيف وصيف آخر يعني تتكرر هذه المشكلة. أهم التحديات التي تواجه مؤسسة المياه في مديرية التواهي والإمكانيات التي لم تتوفر بعد حتى الآن،
حقيقة الأمن حان شغينا أكثر من مرة مع الأخوة المسؤولين في المؤسسة، وطرحنا لهم قضية إن الماء يأتي كل 3 أيام لكل مدينة، هذا أمر يعني في نوع من الصعوبة على المواطن نفسه. هذا جانب، ويا ريت ويا ريت كنت أتمنى من الأخوة في المؤسسة إنه كل 3 أيام مش مشكلة خلاص قبلنا فيها، بس كنت أتمنى أن يتم الضغط في وقت مبكر وأن تكون نسبة المياه مرتفعة في الخزانات. بس لا. المصيبة الكبرى إنه يأتي الضغط متأخر، وفي نفس الوقت نسبة المياه غير كافية، ينقطع بشكل سريع ويأتي بوقت متأخر. نعم. هناك مشاكل فنية لديهم، هناك أمور، من يتدخل لحل هذه المشاكل؟ هل يتدخل المأمور؟ الدولة مثلا بمجلس الوزراء هي التي تحل، هي المخولة بالاتفاق مع المنظمات الدولية، المخولة بالاتفاق مع الاتفاقيات مع الخارج. هذه مشكلة الحكومة أختي الكريمة، كل البلاوي مردها إلى الحكومة، الحكومة غير قادرة. هذا معول عليكم أستاذ عبد الحميد في التواصل مع الحكومة لوضع. نعم. هذه ايوه يعني انتم ايضا. نعم. انتم المسؤولون. نعم. اليوم في مديريه التواهي، انتم من تتواصل مع هذه الحكومه. ولكن احنا وصلنا الى افق ضيق وبل ومسدود، نحن مهمتنا اشرافيه. تمام. وفي نفس الوقت التنسيقيه سواء مع المحافظه او الجهات المقابله، مؤسسه المياه او الصرف النظافه او الصحه او شيء، لكن احنا لا نمتلك صنع القرار، وليس بايدينا الامكانيات لتمويل مثل هذه المشاريع. نعم. الجانب الآخر والمهم لكي أثبت لك أن الحكومة فاشلة، القطاع السياحي في مديرية التواهي. نعم. مديرية التواهي تعتبر مديرية سياحية من الطراز الأول، أليس كذلك؟ أكيد أكيد، يعني المخجل أنه هذه المديرية المهمة التي تمتلك مقومات سياحية، أماكن سياحية، يعني هذه التواهي لو اهتم فيها مديرية التواهي ستقوم برفض وتدعم الاقتصاد التجارة في محافظة عدن. طيب أختي الكريمة، من شان نكون بإيجاز وصادقين ونوصل إلى نقاط معينة، في عام 2016 تحديدا رفعت مذكرة من السلطة المحلية للأخ المحافظ حينها الوعيد الزبيدي من أجل بدء في تشغيل والسماح لرأس المال الوطني بتشغيل هذه المرافق السياحية وإعادة بناها من جديد. شكلت لجنة برئاسة عضو وكيل محافظة، إضافة إلى مدير الشؤون القانونية، إضافة إلى مدير عام السياحة، مدير مصلحة أراضي وعقار الدولة، ومدير عام المديرية. نعم. واتخذت اللجنة قرارات، من أهمها أن كل ما أمتلكه المستثمر الكثيري بتوجيهات معالي عبد الله صالح باطلة قانونا ودستورا. ورفعت القضية للأخ المحافظ، وحاولنا من الأخ المحافظ أن يعطينا فرصة للبناء لبداية العمل، ولكن كان رأيه جيد على أساس أنه لابد من رفع رسالة لمجلس الوزراء حتى نلتزم بالعمل المؤسسي، وشاركنا الحكومة في إعادة البناء. رفعت الرسالة في ذلك الوقت ولم يرد عليها حتى اليوم. عليكم المحاولة، عليكم المحاولة مرة أخرى يا أستاذ. رسائل تعقيبية عليكم من المحافظ عبد العزيز المفلحي. نعم. للحكومة ومطالبتهم، فعندما رفضوا يستجيبوا، يعني تصوري يعني من نادي البحارة، منتزه نشواني، إضافة إلى مثيل الجبهة الشعبية، إلى نادي الدبلوماسي ونادي المرأة والطفل وغيرها من هذه المؤسسات، أصبحت اليوم مخربة. لماذا؟ لأن الحكومة لم تلتفت إلى هذا القطاع للأسف، ولم تسمح للسلطة المحلية، لم تسمح للسلطة المحلية بإعادة من هذه الأمور. أنا اتخذت قرار بنفسي، وعدت منتجع خليج الفيل أهلنا بعيدا عن السلطة، عن مجلس الوزراء وعن وزارة السياحة، وعدنا هذا المنتجع إلى الواجهة، وقامت الدنيا عينا ولم تقعد. نعم. لا يعني هذه المال الوطني، هذه مشكله ان تهمل. لو تكرمتي. نعم. دقيقه واحده. الراس المال الوطني اعاد هذا المنتجع الى الواجهه، منتجع سياحي على مستوى كبير جدا. الان من شهر ابريل سيتم دفع 1 مليون ريال شهريا، لان احنا اعطينا فرصه في البدايه على اعتبار انه خسر اكثر من حوالي 30 او 40 مليون في التاهيل. يعني تصوري انت لو كل المؤسسات والمرافق السياحيه تم اعاده بناها بهذا الشكل، كنا سنستلم اقل شهر 15 مليون ريال. أنا كانت يعني مؤسساتنا اهلت واستوعبنا عشرات من ابناء المنطقه للعمل. فعلا يعني متنفسات مثل متنفسات مديريه التواهي، متنفسات سياحيه، اماكن ستدر دخل للدوله للمديريه نفسها ايضا، لكن هناك اكيد كثير من الاسباب، او يجب عليكم المحاوله مره اخرى استاذ عبد الحميد، تواصل مع الجهات المختصه، تواصل مع الحكومه، يعني ضروره ان يضع المحافظ وانتم تضعوا على دوله رئيس الوزراء هذه المعضلات كلها. فليس مخجل ان تكون مديريه بحجم مديريه التواهي وبمقوماتها السياحيه بهذا الوضع اليوم المزري، ونحن قد تجاوزنا 4 سنوات من الحرب. كثير من الأمور، الإعمار اليوم
يعني مديرية التوائي تضررت كثيرا من في مبانيها ومناطقها السياحية، يعني مؤسف جدا أن تكون هذه المديرية أيضا مهدمة يعني بعض معالمها السياحية. موضوع الأعمار أنا سأتكلم وستكون ويكون كلامي فيه نوع من الأدلة على الحكومة وقصور الحكومة في هذا الأمر. اتفقنا أن الجانب السياحي هي المعرقلة، لا هي الحكومة، ولدينا ما يثبت من رسائل ومخاطبات سواء مع وزير السياحة مباشرة أو عبر الأخ المحافظ رفعت للحكومة سواء المحافظ الحالي أو الذي قبله. طيب قضية الأعمار، قضية الأعمار في مديرية التوائي شكلت طبعا لجنة الأعمار وتم النزول والجلوس مع اللجنة وتم الخلاف بيني وبين الأخوة في اللجنة، بيننا كسلطة محلية وبين الأخوة في اللجنة كان هناك خلاف جوهري فيما بيننا يتمثل في ماذا؟ يتمثل في أنه جدول الكميات التي تم رصده للمواطن المتضرر من قبل المهندسين الذين نزلوا بعد الحرب مباشرة يجب أن يسلم للمواطن لكي يعرف المواطن كم حدد له من قبل هؤلاء المهندسين. نعم. وطبعا هذا كان بالدولار، أنا كمواطن تضرر بيتي لي 10,000 دولار لي 15,000 دولار 20 أقل أو أكثر. فكان الأخ المحافظ موجود في ضمن اللجنة وحقيقة الأمر كان وجهة نظري تم استيعابها من قبلهم. من عارض على وجهة النظر هذه؟ وكيل المحافظة لشؤون المشاريع غسان الزامكي. ليه؟ رفض رفضا قاطعا بأن يسلم جدول الكميات للمواطنين. أنا اعترضت ورفضت وخرجت من اللجنة لأن المواطن هذا إذا لم يسلم لديه جدول الكميات ويعرف ماذا حدد له تمام سيظل تحت رحمة المقاول. سيظل تحت رحمة صحيح المقاول، لأن هذا جدول الكميات هو عبارة عن عقد بين المواطن وبين المقاول، من حق المواطن أنه يرفع قضية وفق جدول الكميات. ولهذا الأخ وكيل شؤون المشاريع رفض رفضا قاطعا وهذا اللي حصل مع الأسف الشديد. أنا شخصيا انسحبت من هذه اللجنة، إذا لم يكن العمل شفاف فلا داعي أن نبقى في لجنة مع الأسف الشديد لا تخدم المواطن. نعم يجب الاهتمام صراحة في هذا الملف لأنه ملف إعادة الإعمار في مديرية التواهي كغيرها من المديريات، مديرية التواهي تضررت بشكل كبير في جراء الحرب التي عبثت بكل شيء، أيضا تضررت يعني كثير من شوارع وأرصفة مديرية التواهي. هذه المديرية السياحية التي شوارعها وأرصفتها غير مسفلتة بالشكل المطلوب، أو ربما البعض قدم وبعضها فيها حفر وما إلى ذلك، كيف أيضا هذه الأمور والمشاريع الصغيرة التي بالإمكان ترميمها في هذه المديرية وبعدها نوصل للمشاريع الكبيرة؟ بالنسبة لقضية الشوارع أختي الكريمة عزيزي المشاهد المشاهدة، طبعا هناك مشاريع كبيرة جدا نجزت فيها المديرية، ليس كما يقال المديرية بهذا الشكل. طبعا هذه المشاريع تم التنسيق مع الأخوة في الصناديق المانحة منهم صندوق مكتب الأشغال العامة والطرق عدن لحق أبين. ما أنجز في مدينة توائي هو كالتالي: مشروع تم رصف مدخل البنك الأهلي، هذا الشارع مدخل البنك الأهلي وبجانب العمقي، هذا المرحلة الأولى وتمت منه الحمد لله. بالنسبة تم أيضا رصف أحجار بجانب مجمع صحيح باتجاه شارع الهلال، هذا المرحلة الثانية. رصف أحجار طريق مدرسة الفتح، رصف أحجار شارع حمير زائد شارع اللبن، هذا طبعا في التواهي، إضافة إلى رصف أحجار شارع حي الوحش هذا في جولدمور، رصف برضو منطقة عاجورة بالخلف، إضافة إلى مشروع رصف أحجار السيلة مدخل في اتجاه مبنى مكتب الصحة، إضافة إلى شارع إلى جانب نعم إلى جانب ذلك أستاذ عبد الحميد، يعني وهذه المشاريع ربما المنجزة في رصف الشوارع أو في رصف الطرقات، مسألة البناء العشوائي صراحة مديرية التواهي أيضا نالت نصيب من هذه المشكلة، يعني كيف يعني تعاملتم مع هذه المشكلة وكيف تجاوزتموها؟ طيب نقطة مهمة جدا أثرتها أختي الكريمة لكي أثبت أن هناك لا توجد إرادة لدى الحكومة لحل هذه القضية. قضية العشوائي، من يقول أن قضية العشوائي قضية سهلة فهو كاذب أو معاند. قضية اقتحام مؤسسات مرافق الدولة نفس الكلام. كان يفترض من قبل الحكومة نفسها أن تقوم بإعداد قانون ينظم عملية العشوائي، كيف يتم إزالة العشوائي، كيف يتم المحافظة على ما تبقى من المساحات، كيف يتم إخراج من يجب أن يخرج أو المقتحمين مؤسسات مرافق الدولة. لذا تجربة في عام 2016 قمنا بحملة لإخراج مقتحمي مؤسسات مرافق الدولة في المديرية ونجحنا فيها نجاح كبير، ومع الأسف الشديد توقفت الحملة بتوجيهات عليا. لماذا توقف الحملة بتوجيهات عليا؟ لأن الحملة بدأت تعري المتنفذين وما تحت أيديهم من سفارات
وإدارات وأحواش ومساحات كبيرة جدا. فلما إذا نجحت الحملة في التواي لا شك أنها ستعطي زخم غير عادي لكل محب هذا الوطن ولكل محب هذه العاصمة. نعم يعني استعدنا أكثر من 10 مرافق دولة في هذه الحملة على سبيل المثال وليس الحصر، مبنى نقابة الصحفيين تم استعادته في هذه الحملة 2016، منتجع العروسة كاملا تم استعادته وتسليمه للأخوة في المؤسسة الاقتصادية العسكرية، وإلى حد الآن مع الأسف الشديد لم يعملوا شيء في هذا المنتجع المهم بالرغم أنها رصدت أموال كبيرة جدا لإعادة تأهيله. أين ذهبت الأموال؟ الله أعلم. نعم طيب أستاذ عبد الحميد، لماذا هذه الإعاقات، لماذا هذه المعوقات في لاحظة أختي الكريمة؟ لا لا, لا أنا لاحظت من كلامك، لاحظت من كلامك أنه كل ما أتحدث عن موضوع أو خدمة معينة أو نجد أنه هناك عوائق أو هناك توقف، أو ما الأسباب؟ لماذا مديرية التواهي؟ ليش مديرية التواهي فحسب؟ كل المديريات على هذا الحال، بس أضرب ما نحن نمثل حال أفضل. نحن أكثر مديرية استعدنا مؤسسات مرافق الدولة، استعدنا نادي البحارة كاملا وانتجنا شوان كاملا، استعدنا مبنى الهيئة العامة للبيع في 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 المعلة، استعدنا مبنى وكالة أنباء عدن سابقا وكالة أنباء سبع حاليا في حي البنكسار، نعم استعدنا مبنى محو الأمية، مدرسة الفتح كانت كلها يعني مقتحمة. جميل تم استعادتها. نعم موضوع مهم أريد أن أضعه عليك قبل الختام، قبل ختام هذا اللقاء، موضوع يعاني كثير منه في شوارع مديرية التواهي، في القلوعة، في أحياء كثيرة مديرية التواهي، مسألة الازدحام بشكل كبير في هذه المديرية، ويصعب على مرور بعض السيارات هناك نتيجة تجول بعض البسطات والباعة المتجولين. كيف بالإمكان القضاء على هذه الظاهرة رغم أن هناك أسواق مخصصة في هذه المديرية؟ هي الظاهرة تم القضاء عليها إلى حد كبير جدا في على سبيل المثال في التواهي، كان سوق عامر يعني موجود تحت أيدي بعض الخارجين عن القانون كما هي بقية الأسواق في العاصمة عدن بشكل كامل. نحن المديرية الوحيدة التي استعدنا هذا السوق، والآن إيجار السوق يدفع للمديرية. تم إدخال الباعة الموجودين في شارع النهضة في مديرية التواهي إلى داخل السوق. بقية بعض الحاجات البسيطة وهي مخالفات لا ننكرها، أحيانا في المساء بعض الباعة حق السيل شيء من هذا القبيل، ولكن نحن مستمرين في المتابعة. بالنسبة للقلوعة ما زال سوق الخضار والفاكهة مقتحم إلى حد الآن، وأنا طالبت الأخ المحافظ باعتبار رئيس اللجنة الأمنية وطالب من الأخوة في الجهات الأمنية بضرورة إخراج المقتحمين من هذا المبنى، ومستمرين باذن الله. قضيه البسطات وما بسطات في عاسب المثال في التواهي، احنا حددنا مكان معين للاخوه في هذه من الشوارع الرئيسيه اخذناهم وحطيناهم بالقرب من المجمع الصحي في المديريه مؤقتا حتى نشوف كيف نحل هذه المشكله، لان معظم الناس هم جرحى حرب اللي معهم البسطات وبعضهم شهداء لديهم ظروف خاصه. نزول ميداني على الموقع صراحه يعني تقف على عاتقكم الكثير من الصعوبات والكثير من الهموم، كثير من الأمور التي تحتاج هذه المديرية، كثير من الانتقادات توجه لكم أستاذ عبد الحميد الشعيبي، ولكن أحببت أن أجري معك هذا اللقاء لنضع النقاط على الحروف ولمعرفة الأسباب وما تمر به هذه المديرية. هل السبب وأهم وأكبر الأسباب اليوم التي تواجهونها أو تواجهها المديرية في تراكم هذه المشاكل، أم قلة الإمكانيات، أم هناك أسباب في قلة التخطيط في أشياء كثيرة؟ هذا هو ربما ختام اللقاء. أنا أوردت بمثال حديثي أن سوء التخطيط وسوء الإدارة من قبل الحكومة بالذات هو السبب في معاناة مديرية التواهي وبقية مديريات. عليكم الجلوس، عليكم الجلوس أستاذ عبد الحميد، عليكم الجلوس مع جلسنا مرارا وتكرارا أختي الكريمة وأخي المشاهد الكريم، ولكن لا حياة لمن تنادي. نعم. على الأسف الشديد وزراء لا يعرفون غير طريق معاشيغ المطار، مطار معاشيغ وغيرها، وإذا نزل وزير يعني نادرا نزول ميداني، هذا شيء نادر نادر جدا. أين اجتماعة مجلس الوزراء؟ أين اجتماعة الأسبوع؟ أين مناقشة الأمور؟ أين النزول؟ عافتهم غرف الرياض، عافت منهم غرف الرياض. أستاذ عبد الحميد نعم أستاذ عبد الحميد الشعيبي أشكرك جزيل الشكر على تواصلك وتجاوبك معنا. يجب النظر في كثير من الأمور في مختلف المديريات، مديرية التواهي وغيرها من المديريات، هناك كثير من الخدمات التي لم تقدم بعد. أشكرك جزيل الشكر، يعطيك العافية. صراحة الكثير من الهموم والكثير من المشاكل التي تواجهها مديرية التواهي، هذه المديرية التي
نريد أن تستعيد عافيتها ورونقها ومقوماتها السياحية كما كانت. مديرية التواهي تحمل معاني كثيرة ودلالات ومقومات تجعلها من أهم المديريات في العاصمة المؤقتة. عدن يجب الاهتمام بهذه المديرية، ومن أهم ومقومات نجاح أي دولة هي الاهتمام بخدمات الأساسية للمواطنين، الاهتمام بكل ما يخص هذا المواطن من خدمات، من إعمار، من صحة، من تعليم، من مياه. وخصوصا وضعنا كثير من النقاط مع الأستاذ عبد الحميد الشعيبي مدير عام مديرية التواهي، هناك كثير من النقاط ولكن لم يسعفنا الوقت في وضعها. إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من الخط المباشر، أشكركم على حسن المتابعة، دمتم بخير.